فرصة عظيمة لتعزيز التعاون المشترك بين مصر ودول الخليج العربي، أعلنت عنها اليوم وزارة الاستثمار، وذلك من خلال الملتقى الاستثماري المصري الخليجي. هيتم عرض من الجانب المصري أكثر من 60 مشروع ومشروعات جاهزة للشراكة أو القيام بها بشكل منفرد في قطاعات هامة جدا تخص تم وضعها بناء على الأهمية والأولوية للاقتصاد المصري وأهميتها لخلق فرص أيضا عمل للمصريين، فرص عمل كريمة، وأيضا لأنها من المشروعات التي تدر عائدا اقتصاديا طيبا مقبولا للقيام بمثل هذه المشروعات وأخذ المخاطر في هذه المرحلة الانتقالية. جذب الاستثمارات وتوفير الفرص الكبرى لتساعد على رفع معدلات النمو وزيادة الدخول وتوفير فرص العمل للشباب، كل هذا في إطار الملتقى الذي سيسهم في صياغة الاقتصاد. هناك ضرورة ملحة للإنعاش، لوضع خطط عملية للإنعاش الاقتصادي في جمهورية مصر من خلال طبعا ضمانات لحقوق المستثمرين، خلق قوانين وتشريعات وتنظيمات تضمن حماية المستثمرين من خلال استثماراتهم في جمهورية مصر العربية. أهم حاجة النهاردة في مصر إن احنا نعمل فرص عمل وننشئ مشروعات كثيرة جديدة تغطي 800 ألف داخل جديد في سوق العمل، بالإضافة إلى إنقاص 3 وشوية مليون عاطل النهاردة. شارك في المؤتمر الذي أعلن فيه عن تنظيم الملتقى المصري الخليجي والذي سيكون في 4 و5 من ديسمبر المقبل عدد من رجال الأعمال من مصر والإمارات. مي عدلي، الحياة اليوم.